أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من الهيئة نت خلال شهر واحد 300 حالة فساد في وزارة الداخلية الحالية. من صحيفة المدى بغداد تمدد حظر الطيران على الإقليم. من موقع كتابات أردوغان يهاجم بوتين وروحاني، سلما سكان الغوطة لقصف النظام السوري الوحشي. ومن موقع الجزيرة نت البنتاغون لن نراقب انتهاكات الهدنة في سوريا. ومن صحيفة العربي الجديد النظام السوري يواصل قصف الغوطة المحاصرة رغم سريان الهدنة الروسية. ومن القدس العربي ترامب يتجاهل الإرهاب المحلي ويركز على التهديد الإسلامي المفترض من الجماعات المتطرفة. وأخيرا من صحيفة الحياة تركيا والجزائر توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون. منذ 2003 عودتنا بعض وسائل الإعلام كالقنوات والصحف على نمط من التغطيات بخاصة المتعلقة بمعاناة المواطنين، فيخيل لدى بعض المواطنين أن هذه الواجهات الإعلامية جادة في متابعة ما يعانون، فمع كثرة هذه المؤسسات كثرت التغطيات والتقارير والتحقيقات التي تتضمن شكاوى المواطنين ومطالباتهم الجهات المعنية بالاستجابة لمطالبهم الحقة، لكن لم يدر في خلد هؤلاء أن غاية هذه الوسائل هي التمويه والخداع، فلو تتبعنا هوية ممولي هذه الوسائل لوجدناهم من المتنفذين سياسيا في الدولة العراقية ومن أصحاب القرار، أليست هذه مفارقة؟ هذا سؤال طرحه الكاتب يعقوب يوسف جبر في صحيفة المدى. يقيناً أن هذا النمط من وسائل الإعلام هو عبارة عن ماكينات إعلامية لتضليل الرأي العام وتزيين صورة المتنفذين وإظهارهم بصورة الأب الحنون والشفيق بأولاده، فهي ليست وسائل إعلام مسخرة لإيصال صوت المواطن، بل وسائل مكرسة لنهج الاحتيال والتمويه على الأخطاء السياسية وجرائم الفساد، ناهيك عن الغايات الأخرى التي تأسست من أجلها هذه المؤسسات، منها إدامة زخم الصراع السياسي مع الخصوم والحفاظ على النفوذ السياسي. لو كان ممولو هذه الوسائل وطنيين فعلاً لتحملوا مسؤوليتهم الوطنية الحقيقية ولأنجزوا أعمالاً نافعة لبلدهم، لكن الواقع يشهد أنهم ليسوا كذلك، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسات يتم تمويلها من مال الدولة بطرق ملتوية متعددة، كما أنها وسائل إعلام غير موضوعية لا تعمل من أجل المصلحة العامة، بل تعمل لتحقيق غايات أخرى لا ترتب أثراً إيجابياً على الواقع الوطني. يضيف الكاتب أن هذه الوسائل ستعمل ليل نهار على إبراز أهمية بعض المرشحين رغم أنهم بلا أهمية، وستحث الجمهور على انتخابهم. الملفت للنظر أن ثمة مرشحين سيصعدون إلى السلطة التشريعية وهم أميون في مجال التشريع والقانون والسياسة، وليس لهم دراية في مجال العلم السياسي، فكيف يصلحون لتمثيل شعب؟ الخلاصة حذاري من بعض وسائل الإعلام التي تدس السم في العسل مستخدمة الكذب بشتى أصنافه كما يقول الكاتب. في الدارجة العربية سواء في العراق أم في مصر مفردات بليغة تتجاوز في معانيها الوصفية الدقيقة حتى ما يقابلها في الفصيح من لسان العرب، ولعل مفردة الكلاوتشي والفهلوي أنموذجان جيدان في تداولهما الكثيف بين عامة الناس، ويعبران بشكل دقيق عن الشخص الكذوب. ولم تمر في تاريخ العراق السياسي مرحلة تكاثر فيها هذا النمط من السياسيين وتطور بهذا الشكل المثير كما هي الآن منذ 2003 وحتى اليوم، وخاصة اليوم
بعد أن أتموا دراساتهم المعمقة والعالية في الفساد والإفساد، وفازت البلاد بتصنيفها أفشل وأفسد بلد في العالم بحسب الكاتب كفاح محمود، حيث نشرت مقالته وكالة يقين العراقية. لقد كشفت أزمة الاستفتاء في كردستان صفحات هائلة من طبيعة النظام السياسي المفترض أن يكون جديداً يختلف عما سبقه من أنظمة حكمت العراق وأوصلته إلى الدمار والخراب، فلم يمنحه الدستور من أن يتم خرقه في أخطر مواده التي تحرم استخدام القوات المسلحة في حل النزاعات بين الأقاليم والمحافظات وبين الحكومة الاتحادية. فقد دخلت القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، واستخدمت الأنظمة السابقة شماعة لفرض ما تريد. يلعب الحنقبازيون الجدد ذات اللعبة الدستورية في إرهاب الأهالي وكبح جماحهم، وقد تجلى ذلك في سلوك الحكومة الاتحادية ورئيسها مع الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان في التلاعب بالدستور ومواده على طريقة الثلاث ورقات التي يلعبها الفهلوية في مصر، وعلى طريقة الحنقبازيين أو الكلاوتشية في العراق، والمماطلة والتحايل وقلب الحقائق وإيهام السذج بأقاويل وحكاوى مختلفة، كما يسوقون إلى الإقليم كالذي كان يحتل كركوك ويضطهد سكانها. يضيف الكاتب: وإذا صحت التسريبات الإعلامية حول تصريحات الرئيس الأمريكي في توصيف الوفد العراقي الذي زاره مؤخرا، فقد أحسن الوصف وبرأ ذمته وهو يقول: أبرعوا مجموعة من اللصوص قد سبق لهم ونلتقاهم. تصاعد معدلات التشوهات الخلقية للمواليد الجدد في مدينة الفلوجة خصوصا وفي مدن عراقية أخرى غرب وشمال البلاد، جريمة يقف خلفها عامل مشترك واحد هو القصف الأمريكي بواسطة الفوسفور الأبيض أو النابالم الحارقة. وأعلنت حالة الاستنفار بين الأطباء والناشطين للتصدي لهذا الملف تحديدا، وأطلقت عدد من الصفحات على تويتر وفيسبوك تناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل نظير عدم اهتمام الحكومة، الأمر الذي يعيدها ويعده مراقبون لأسباب سياسية، أسوة بانتشار السرطان في البصرة الذي يربطه متخصصون أيضا بالمخلفات العسكرية والقصف الأمريكي، كما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد. مسؤولون في الحكومة العراقية ببغداد كشفوا للعرب الجديد عن تسجيل العراق على معدل التشوه الخلقي في العالم خلال العقد الماضي، وهي الأعلى بين الدول التي تعرضت للقصف بالأسلحة القذرة خلال الحرب العالمية الثانية. وسجلت الفلوجة وضواحيها النسبة الأعلى بالعراق، تليها الرمادي وتل عفر والخالدية، ثم بغداد في التشوهات الخلقية، في حين أن تأثير تلك الأسلحة على البصرة ظهر بارتفاع معدلات السرطان التي غلبت نسب التشوهات لدى حديثي الولادة. إن التشوهات الخلقية للمواليد الجدد في العراق بالزياد، وهناك ما يسمى بالفوبيا لدى المتزوجين الجدد من الإنجاب بسبب ذلك، مضيفاً أن بعض التشوهات مخيف مثل الولادة بعين واحدة أو بنصف رأس أو بلا جزء أسفل من الجسم أو بجلد ضفدع أو بلا فم وأذنين. ذكرت اختصاصية الأطفال وعضوة لجنة متابعة التشوهات الخلقية في مدينة الفلوجة الدكتورة سميرة العاني أن أغلب الإحصائيات المتوفرة تعود للسنوات السابقة نظراً لعدم تمكن الفرق الطبية من إجراء مسح جديد نتيجة ظروف البلاد. وجد الباحثون زيادة بنسبة 38 مرة في أعداد الإصابة بالسرطان بسرطان الدم تحديدا بين سكان مدينة الفلوجة، مقابل زيادة بلغت 17 مرة بين سكان هيروشيما اليابانية، في حين ارتفعت إصابات سرطان الثدي لدى الإناث 10 أضعاف، كما سجلت زيادات كبيرة في أورام الدماغ لدى البالغين. نسي نظام ولاية الفقيه في طهران أن الإمبراطوريات لا تصنعها التصريحات، ويصدق على إمبراطورية فارس المزعومة القول الصيني المشهور نمور من ورق، بحسب مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية.
ولم يكن ذلك هو التصريح الأول من مسؤول إيراني مستنداً على فرضية سيطرة إيران على 4 دول في المنطقة وتبعيتها لنظام ولاية الفقيه. ذات المسؤول اعترف بأن هدف تدخلات بلاده في البلدان الصديقة لأمريكا من أجل إسقاط الحكم فيها. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي فقال إن إيران ستقاتل الأمريكان بشباب العراق وأمواله في خدمة مشروع الإمام الخميني، والانتخابات القادمة ستجعل القرار السياسي بيد الحشد ومن يتحالف معه من سنة العراق. هذا المسؤول يتحدث ويتصرف بعنهجية وتعالٍ، ويحاول أن يفتح أبواب التاريخ بما تحمله من جروح، متناسياً أنه لو قلب أي عراقي أو عربي صفحات ذلك التاريخ لاتهم من قبلهم أو من قبل معاونيهم خارج إيران، تهم بإثارة نزعات الحقد والكراهية بين العرب وإيران. أليست هذه التصريحات تحمل نبرة التعالي والاستهانة بمنطق الدول المستقلة كأعضاء في هيئة الأمم المتحدة؟ يضيف الكاتب: تعتقد إيران أن ما تحققه أو ما تحقق لها من مكاسب سياسية ولوجستية في العراق بعد عام 2003 أو في سوريا ولبنان هو نهاية المطاف، ما يجعلها ترسم ملامح إمبراطوريتها الفارسية الجديدة. لنصدق جدلا حلم الإمبراطورية الفارسية الذي تعتقد طهران أنه يتحقق خصوصا في العراق، ولنناقشها بالعقل والمنطق التاريخي والسياسي والواقعي. فالإمبراطوريات تقوم على أعقاب حروب كبيرة وانتصارات هائلة ونفوذ عالمي واسع وقدرة على التحكم بالبلدان الخاضعة، فأي انتصار حققته إيران على العراق؟ هل هو ذلك التحالف المشؤوم مع أمريكا الشيطان الأكبر في احتلاله بالعساكر الأمريكان واستلامه منهم؟ هل هناك طعم واحد للظلم؟ هل لممارسة الانتهاكات والجرائم بلا رادع قانوني أو أخلاقي كتيبات توزع على الغزاة والمحتلين ومن يحكم بالنيابة؟ فتضمحل الفروق عند تفحص لا إنسانية النتائج. 3 أحداث مرت في الأسابيع القليلة الماضية في العراق وفلسطين تقودنا إلى التساؤل حول تشابه طبيعة الظلم وتمحوره من شكل إلى آخر، مهما اختلفت البلدان، بحسب مقال للكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي. في العراق هناك معتقلون منذ عام الغزو استناداً إما إلى وشايات مخبر سري أو بتهمة الإرهاب. اعترف النظام بأن شهادات أكثر من 300 مخبر كاذبة، ما يعني أن الآلاف من ضحاياهم إما لا يزالون في السجن أو أعدموا، ومع ذلك لم تتم مراجعة الأحكام الصادرة بحق ضحاياهم. كيف ستتحقق العدالة؟ أما في أمريكا فمعتقل غوانتانامو وصمة عار لا تمحى ببلد يمنح نفسه حق غزو بلدان أخرى لأنها لا تحترم حقوق الإنسان. في أمريكا في ظل العدالة الأمريكية حكم على دكتور رافل ظافر، وهو طبيب عراقي أمريكي متخصص في علاج الأورام السرطانية، في 28 من أكتوبر تشرين الأول عام 2005 حكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً. اتهم الدكتور رافل بجمع تبرعات وإيصال شحنات أغذية وأدوية إلى العراق في سنوات الحصار التي أودت بحياة آلاف الأطفال، وهي جريمة بررتها وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت عند سؤالها عما إذا كان هذا ثمناً يستحق الدفع لإسقاط النظام العراقي، فقالت نعم إنه يستحق. تضيف الكاتبة: من قتل المتظاهرين والمعتصمين العزل واضطهد الناس على أساس الدين أو العرق والانقسام الطائفي وانتهاك حقوق الإنسان ونشر ثقافة مشوهة سواء ادعت انتماءها للحداثة أو للتراث تكرس الخضوع على الاستبداد والبطش. بالمقابل يؤبن الاقتصادي والأمريكي جوزيف ستيجلز الحائز على جائزة نوبل لعلوم الاقتصاد العدالة، فبدلا من العدالة للجميع نحن نتطور إلى نظام عدالة لأولئك الذين يستطيعون شراءها. فهل بإمكان الباحثين عن العدالة استعادة مسارها قبل أن تكون سلعة معروضة للبيع؟ سؤال تطرحه الكاتبة. جنوح بعض الاجتهادات والمجتهدين حول كيفية تسوية قضية فلسطين إلى تداول خيارات شبه خيالية مثل حل الدولة الواحدة للشعبين اللدودين الإسرائيلي المعتدي والفلسطيني المعتدى عليه،
أمر يرهق الذهن، وربما كان موضع للنقد والمعاتبة العقبة في وجه تنفيذ أو العقبة في وجه تنفيذ نموذج الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية، سواء أخذ شكل الثنائية القومية أو الدولة الاتحادية أو دولة لكل مواطنيها، أو ينطلق من نقطة الاعتراف المتبادل ونبذ التعالي والإحساس بالفوقية من قوم على قوم أو من إنسان على إنسان أو من عقيدة على عقيدة، وتنحية المشروعات الكيانية الخاصة بالمشاركين لمصلحة الكيانية المشتركة العتيدة، بحسب ما يرى الكاتب محمد خالد الأزعر في مقال له بصحيفة الحياة. حل الدولة الواحدة يقوم في أصله وفصله على أرضية من التوافق والتوفيق بين أصحاب خلفيات تاريخية ومصالح مادية وعقائد فكرية وثقافية ونوازع سياسية، يمكن إيجاد خطوط للتلاقي والتقاطع فيما بينها. قناعة الفلسطينيين بذلك هي التي ساقتهم لغير مرة إلى طرح مفهوم الدولة الواحدة بين طوائف الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين ويهود، وكان شرط الشارط هو استبعاد الفكرة الصهيونية والسياسات المرتبطة بتطبيقها، وأبرزها تصريح بلفور والهجرة اليهودية، غير أن محاولة الاستئثار الصهيوني بهذا الوطن لليهود وحدهم تحت ذرائع دينية ودنيوية هي التي كانت ولا تزال العائق الجوهري في إفشال هذا الهدف. نحسب أن أحد أهم الشروط المطلوبة لمنح هذا الحل فرصة النجاح راهناً يتعلق بتخلي إسرائيل عن قانون العودة الصهيوني الذي يسمح لأي يهودي في هذا الكون الفسيح باكتساب الجنسية الإسرائيلية فور وصوله لأرض الميعاد، وهذا فرض يبدو مستحيل التحقق كونه يلغي حال وقوعه الركيزة الأساسية للفكرة الصهيونية، معلناً إغلاق أبواب فلسطين التاريخية على من فيها من اليهود دون غيرهم. يذهب معظم النخب السياسية والفكرية الصهيونية إلى أن الدولة الواحدة ليست سوى فخ يقصد به الفلسطينيون إغراق القوام السكاني اليهودي فيه بأغلبية بشرية ستتوافر لهم في أجل أو في آخر، وذلك بسبب تفوقهم الطبيعي في صراع الأرحام والمواليد، ويزداد تأثير هذا الهاجس بفعل توكيد بعض الفلسطينيين والعرب عليه واستخدامه كفزاعة وصولاً إلى تسميته بالقنبلة الديمغرافية حسب الكاتب. لم تعد وظائف جهاز تلفاز أبل تي في تقتصر على تشغيل الوسائط المتعددة فحسب، بل أنه أصبح يلعب دوراً محورياً في المنازل الذكية، وعلاوة على ذلك يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات وألعاب لتلفاز أبل. على الرغم من عدم قيام الشركة بالترويج لجهاز التلفاز حالياً باعتباره وحدة ألعاب، فإن هذا الأمر قد يتغير مستقبلاً، حيث قامت أبل بإضافة خصائص جديدة لشعار تلفازها في مكتب تسجيل براءات الاختراع، وبالتالي يمكن استعمال منصة أبل مستقبلاً كجهاز لألعاب الفيديو مع طرح أذرع تحكم مناسبة له، وفق ما ذكرت به مجلة بي سي فيلت الألمانية. إلى الكاريكاتير.
في الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.